بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلته، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. لا يزال الحديث مستمعي الكرام موصولا حول إقامة صلاة التراويح بالنسبة للنساء، وثمة سؤال فضيلة الشيخ، حيث تشكو بعض المصليات من وجود رائحة بصل وثوم أو كراث وما إليها في بعض من يحضرنا للمسجد، فما توجيهكم لهن يحفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن آداب المساجد وما ينبغي للمساجد من الاحترام وما ينبغي للمسلمين الذين يصلون في المساجد من الاحترام وعدم الإيذاء، هذا في حق الرجال وفي حق النساء سواء. فالمرأة لا تسيء إلى المسجد، بل عليها أن تلتزم بالآداب الشرعية، فلا تخرج برائحة كريهة تؤذي المصليات وتؤذي الملائكة، فلا تخرج برائحة كريهة، برائحة ثوم أو رائحة بصل أو رائحة كراث. كما ذكرنا فيما سبق أنها أيضا لا تخرج برائحة، رائحة طيب قوية تنتشر وتفتن من مرت به من الرجال، بل تكون المرأة متنظفة وقاطعة للروائح الكريهة والروائح الروائح الطيبة القوية. كما أنه مما يجدر الإشارة إليه أنه يكثر في النساء إذا اجتمعنا في المساجد أن يشتغلن بالحديث فيما بينهن، وكثرة الكلام وكثرة النظر إلى الأخريات، وينشغلن عن ذكر الله وينشغلن عن الاستماع ل الفائدة، أو قد ينشغلنا عن سماع قراءة القرآن في التراويح. وهذا مما يجب التنبيه عليه، على أن النساء إذا دخلنا في المسجد فليحترمنا المسجد وليحترمنا الصلاة، ويشغلنا أوقاتهن بذكر الله عز وجل، وألا تكون المساجد محلا للقاء بين النساء وتعارف النساء بعضهن مع بعض، فإنهن جئنا للعبادة وجئنا لذكر الله وطلب الأجر. نعم، بارك الله فيكم. أيضا نود توجيهكم فضيلة الشيخ للنساء وظاهرة أو تفشي ظاهرة الغيبة في مجالسهن، وربما حدث هذا أيضا في المسجد في أثناء مثل هذه الأحاديث التي أشرتم إليها. الغيبة حرام بنص القرآن والسنة، لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح معنى الغيبة، فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب في حق الرجال وفي حق النساء. وإذا كانت الغيبة في المساجد فهذا أشد لانتهاك حرمة بيوت الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، أيضا بعض المصليات يجلبن للمسجد أطفالهن الرضع، وربما بكى طفلها طويلا وهي في صلاتها فتأذت هي وآذت الأخريات،
فما حكم إحضار الأطفال للمساجد وما التوجيه في هذا بارك الله فيكم؟ إحضار الأطفال للمساجد الأصل أنه مباح إذا انضبطوا ولم يكن منهم إساءة إلى المسجد وإلى المصلين. أما إذا حصل منهم ضرر على المسجد أو ضرر على المصلين بالضجيج واللعب فهذا أمر لا يجوز، فالمرأة يجب أن تمنع أولادها من العبث ومن اللعب في المسجد. فإذا كانوا سيلعبون في المسجد أو يسيئون الأدب فلا تحضر إلى المسجد، بل تبقى معهم في البيت ولا تسيء إلى بيوت الله وإلى المصلين. نعم. نصيحتكم فضيلة الشيخ لأم الرضيع الذي ربما آذته في إحضاره للمسجد وآذت الأخريات يعني في بإحضاره؟ نحن لا نقول بمنع المرأة التي لها رضيع، لا نقول بمنعها من المسجد، فإن الصحابيات كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون معهن أولادهن الصغار، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الطفل خفف الصلاة رحمة بأمه. والمسألة مسألة انضباط ومسألة آداب شرعية، فإذا حصل المقصود مع الانضباط فلا مانع من ذلك. أما إذا ترتب على إحضار الأطفال إساءة إلى المسجد أو إساءة إلى المصلين فهذا أمر منكر، وقد جاء فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهذا محمول على ما إذا حصل منهم أذى وإساءة أدب في المسجد أو مع المصلين أو تشويش على الإمام، فمرأة يكون من أولادها هذا الأذى جلوسها في بيتها خير لها من حضورها في المسجد، لأنها تأثم في الحالة هذه إذا أحضرت أطفالا وضيعتهم في المسجد يلعبون ويسرحون ويمرحون فإنها تحصل على الإثم بذلك، فينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هذه تقول بعض النساء يعني أرى صورا متعددة لرفع الأيدي في أثناء القنوت في الوتر، فمن رافعة يديها مباعدة بينهما ومن ضامة يديها لبعضهما البعض وصورا أخرى متعددة، فما السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الأيدي في أثناء الدعاء؟ السنة أن ترفع الأيدي إلى حذاء الصدر، ترفع الأيدي مضمومة بعضها إلى بعض وبطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض، وتكون حذاء الصدر أو حذاء المنكبين، حذاء المنكبين، إلا في دعاء الاستسقاء فإن المشروع رفع المبالغة في رفع اليدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعائه في الاستسقاء حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام. أما في غير دعاء الاستسقاء فإنه يكون رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين أو حذاء الصدر وتكون مضمومة. نعم. تقول هذه أيضا ربما تأثرت من الدعاء ورفعت صوتي بالتأمين على دعاء الإمام، هل لها ذلك؟ المرأة لا ترفع صوتها لا بالتأمين ولا في الدعاء، إنما تخفض صوتها لأنها عورة، وإذا سمع صوتها فربما يحصل بذلك فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم، يعني إذا حصل على الإمام سهو، فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، فخص التسبيح بالرجال لأنه بصوت، والنساء خصهن بالتصفيق لتنبيه الإمام لأنهن لا يرفعن أصواتهن بحضور الرجال. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم وبارك في عمركم. إخوتي المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته ما بين ووضح
وجعل ذلك في موازين عمله، آمين. إلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.